النهارده عندنا الهلال بيفوز على النصر بثلاثيه نظيفه في ديربي الدوري السعودي، وعندنا لقطه النهارده كانت بعد الهدف الثالث للهلال في الدقيقه حوالي 92، وهي لقطه طرد علي البليهي مدافع الهلال السعودي. اللقطه اللي تسببت بطرده هي اللقطه دي اللي انتوا شايفينها دي. الحركه طبعا موجهه لجماهير النصر، بيشاور لهم كده يعني انتوا فين يا جدعان، يعني فين النصر؟ هو رسالته ان هو احنا كده بنلعب نفسنا، ما فيش فريق قصادنا. الرسالة برضو يعني انت قصادك فريق كبير، فريق النصر، ما ينفعش انك يعني توجه رسالة للجماهير وللنادي نفسه بالطريقة دي. انت كسبان ما فيش مشكلة، خلاص افرح ما فيش مشكلة، بس ما يبقاش في اهانة للفريق الخصم. بس انك تفرح ما تسببش اي اهانة للفريق الخصم. فريق مثلا مش في حالته خلاص، ممكن ما يكسبش الماتش ده يكسب الماتش اللي جاي. فطبعا حركة ملهاش اي لازمة من البليهي لجماهير النصر. انت كسبت 3-0 مفيش اي مشكلة، وطبعا مستوى قوي للهلال احنا مش هننكر ده، يعني 7 كلين شيت ورا بعض لياسين بونو، يعني دي حاجة غريبة ان 7 ماتشات ورا بعض كلين شيت، 7 ماتشات الهلال ما يخشش فيه جون على التوالي، رقم قياسي لنادي الهلال. وطبعا بيفوزوا بارقام كبيره في ماتش اللي كسبوه على الحزم 9-0، يعني شوفوا عدد الاهداف، يعني قوه في الهجوم وقوه في الدفاع. فطبعا الهلال لا في حته تانية يا جدعان، بس لما فوز ما سببش اي اهانه للخصم.